السلام عليكم، معكم مروان ابراهيم لاج ديال 19 سنه، كنلعب حاليا في نادي ابطال القليعه. كنلعب كظهير ايمن وكظهير ايسر، المهم في حال الحالتين كنلعب ميليو، المهم على حسب المدرب والنقص ديالو شنو عنده في التيران. من هذا الشيء كامل كنبغي نحيي المدرب ديالي بزاف اللي عطاني واحد الثقه اللي ما اصلا ما عطيها لك حتى شي مدرب من غيره، اللي اصلا انا لاج ديال الجونيور الحمد لله، وكنلعب معاه في لاج ديال السنيور وتيتيلي في لي ماتش كاملين الحمد لله، وهذا كفضل لينا حنايا وللشباب كاملين اللي كيعطيهم هاد المميزات هادي. باش ندوي مزيان على المواهب ديالي، ديجا انايا في لاج ديال 12 عام دخلت لكرة القدم عن طريق حسني تكادير، كنت في لاج ديال سومينيم دوزت تما واحد العام، من بعدها ما كملتش معاهم حيت كاين واحد المشكل ديال الترونسبور ونمشي تما ونرجع عاوتاني، المهم كاين مشكل حيت لاج صغيره ما يمكنش تمشي وترجع في ذاك الوقت. المهم من بعد بقيت مع ايت ملول اللي هي قريبه ليا ديك الساعه فاش كنت ساكن في ايت ملول، دوزت معاهم لاج ديال القاضي وديريكت دزت للجونيور واحد العام دوزت معاهم عام. ايوا من بعدها طرات لي واحد الحاجه اللي كانت تغير لي حياتي، من غير ملي تهرست ذاك العام وقفت واحد عامين ديك الساعه صافي قلت بركه من الكره وشحال من حاجه. الحمد لله الثقه ديال الوالديه والعائله والناس اللي قراب ليا قالوا لي ودي كمل، زعما ما حد باقي يفرج ليك وباقي ما تعطيه باقي صغير سير كمل. من هاني ذاك العام هذا العام اللي كندوي عليكم عليه دويت مع المدرب ديالي سعيد، هكا قلت له ودي نجي نتريني معاكم، قال لي جي دوزتي مع الدراري ولا تقبلتي مرحبا بك بحال اي شاب، دوزت مع التيست وتقبلت والحمد لله، وانا دابا كنتريني معاهم في احسن الظروف، واخا زعما ما نقولوش حنا كنشوفوا الماديه ولا شحال من حاجه، كنشوفوا واش كيعطينا المدرب وشنو كنجيبوا في رجلينا الحمد لله. ما شاء الله في طموح اي لاعب مغربي كيتمنى يلعب مع المنتخب الوطني ديالو، وباش كما كنشوفوا في كاس العالم كنشوفوا جو زعما اللي شحال هذه ما شفناهمش، ولاص ديال الصغير كنتمناو الفرق اللي كاينه في المغرب دابا يطوروا من المردوديه ديالهم، يعتمدوا على اللاعبين الصغار حيت ماشي خصوصا اللاعبين الصغار، خصوصا اللاعبين المغاربه حيت كاينين مواهب اللي خصنا حنا نقلبوا عليهم، راه كاينين معادين هنا في المغرب الحمد لله. جامعه محمد السادس حاجه اللي زوينه بزاف اللي كتخرج مواهب وطاقات اللي بروفيسيونيل بزاف، كما كنشوفوهم في المنتخب شحال من لاعب بحال دابا نصيري وبونو شحال من لاعب اخر، كنتمنى ان شاء الله نكون من بينهم. بخصوص اخ او الابن ديالي مروان، بالنسبه لي كمدرب يعني كمدرب ديال الفئات الكبرى للسينيور كنعتمد بزاف وعلى سياسه الفريق ديالنا ابطال القليعه اللي وضع رئيس الفريق ابطال القليعه، اننا نعتمد على الفئات ديال الشبان واغلبيه من المنطقه يعني كمكونين، يعني شفت فيه شي حوايج يعني اللي ديجا عنده تقنيه اللي ديجا اكتسبهم كنظن يعني كان في لي كاتيجوري الصغار في كادي مينيم كذا، نفعته واهلته باش يكون مع الكبار، وكنتمنوا ليه التوفيق من هذا الباب هذا، وكما كنتمنوا التوفيق جميع اللعابه ديال مدينه القليعه، وتحياتي لكم. كتعرفوا يعني سويس ماسة درعا يعني كل منطقه يعني كيفاش الخدمه فيها وكيفاش المشكل اللي عندنا حنا في القليعه، وكما كتعرفوا ماشي غير في القليعه يعني في تفشي المخدرات يعني الحوايج الدراري اللي كيخرجوا على الدراري ما كيخليهمش يكملوا في المسار ديالهم، يعني عندنا شويه كثير هنا مخترات يعني سيرتو في لاج ديال الشبان 17 سنه 16 سنه، هنا كيكون الشاب معرض يعني كثير يعني كرفقه ديالو صحابو يقدر من اي حاجه ياخذ هذوك السموم اللي تقدر تهلك ليه حياته والمسار ديالو، يعني كنحاولوا نصاحبوهم وكذا واللي فيه شي حاجه نحاولوا يعني كذا يعني ما نحكموش عليهم من الاول، تدريجيا كنشوفوا حتى حنا الخدمه ديالنا معاهم، وهذا الشيء الحمد لله كيفرح يعني، وكاين شي حاجه انسانيه قبل ما تكون رياضيه كتخليك يعني تضحي بزاف ديال الحوايج باش تفرح، وملي كيفرحوا الدراري وكتشوف فيهم واحد راه كتفرح انت.